السلام عليكم نشرة أخبار الاقتصاد من الميادين إلى العناوين قمة أبك الرئيس الأمريكي يغيب وأزمة بلاده تحضر الاحتلال يقوض اقتصاد الفلسطينيين بشهادة البنك الدولي أهلا بكم غاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما فخطفت الصين وروسيا الأضواء في منتدى آسيا والمحيط الهادئ أبك فيما هيمنت الأزمة الأمريكية على جدول الأعمال والبيان الختامي للقمة بعيدا عن القضايا الاقتصادية المهمة حدثان برزا في منتدى التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ أبك في جزيرة بالي الاندونيسية اولهما غياب الرئيس الامريكي باراك اوباما عن اعمال القمه وثانيهما احتفال الرئيس الاندونيسي بعيد ميلاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والغناء له 21 دوله اجتمعت للبحث في القضايا الاقتصاديه العالميه فهيمنت الازمه الاقتصاديه الامريكيه على اعمال المنتدى بسبب ندرة الموارد المحدودة لدينا، اتفقنا على التعاون في تعزيز الأمن الغذائي الإقليمي والطاقة والأمن المائي، وذلك للاستجابة لتحديات النمو السكني والآثار السلبية لتغير المناخ. الدول تعهدت بتنفيذ سياسات تتعلق بالاقتصاد الجزئي، من شأنها تعويض أثر تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وضعف التجارة البينية، وتنفيذ سياسات اقتصادية حذرة ومسؤولة. اتفقنا على التعاون الوثيق مع قطاع الاعمال وهو امر ضروري لتحقيق الهدف المتمثل في التجاره والاستثمار الحر والمفتوح. في ختام المنتدى بحث المجتمعون في سبل النهوض بالتجاره وتحرير الاستثمار في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي، ولا سيما تقليص الحواجز التجاريه والاستثماريه وتسريع التكامل الاقتصادي الاقليمي. وفقا لصندوق النقد الدولي فان اقتصادات الدول الاعضاء لابيك تمثل نحو نصف الناتج الاقتصادي والتجاره في العالم ولا تزال اكبر محرك للنمو الاقتصادي رغم الاتجاه التنازلي في الاقتصادات الناميه في إطار عملية التدخل المستمرة التي يقوم بها مصرف سوريا المركزي في سوق القطع الأجنبي للحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة عقد المركزي السوري جلسة بيع علنية للقطع الأجنبي شملت ثلاث مؤسسات صيرفة وبين المصرف أن طلبات التمويل التي تقدمت بها المصارف وشركات الصرافة كانت محدودة جدا نظرا إلى وجود موارد من القطع الأجنبي في السوق تكفي لتغطية الطلبات ضرائب البنزين توفر ايرادات المازوت والغاز، الكلام لرئيس الحكومه السوريه وائل الحلقي والذي اكد ان رفع الاسعار انما جاء لتحقيق ايرادات ماليه لدعم شراء مشتقات نفطيه اخرى، وكانت وزاره التجاره الداخليه وحمايه المستهلك السوريه رفعت سعر لتر البنزين من 80 ليره الى 100 ليره سوريه، ما ادى الى ارتفاع اسعار النقل العام والمشترك بنسبه 17%. إسرائيل تخلق اقتصاد الفلسطينيين، البنك الدولي يؤكد أن الاحتلال يخفض معدلات النمو بشكل كبير ويؤدي إلى خسارة الموازنة أكثر من 800 مليون دولار سنويا. إسرائيل تفرض قيودا على 60% من أراضي الضفة الغربية وفق البنك الدولي. رفع القيود عن هذه المناطق يؤدي الى نمو يصل الى ثلاثه مليارات واربعمائه مليون دولار سنويا خصوصا ان الحصار يطال اراض صالحه للزراعه يتعذر على الفلسطينيين الوصول اليها وتصنف اسرائيل مساحات زراعيه شاسعه ضمن النطاق سي الذي يقع تحت سيطره تامه لجيش الاحتلال ووفق البنك الدولي فان 35% هي الاضافه المتوقعه للناتج المحلي الفلسطيني اذا سمح للفلسطينيين بمزاوله الانشطه الاقتصاديه في هذه المناطق ويؤكد البنك ان التضييق الاسرائيلي يمنع وصول عائدات تقدر ب 800 مليون دولار للموازنه الفلسطينيه ما يعني انخفاض حاجتها بشكل كبير إلى أموال المانحين وحذر البنك الدولي من أن معدل النمو الفلسطيني سيواصل تراجع من 11% منذ عامين إلى 4.5% خلال العام الحالي ويلجأ الجيش الإسرائيلي إلى أعمال جرف لأشجار زيتون معمرة في الضفة الغربية تحت ذرائع أمنية ويعتقل ويلاحق المزارعين الذين يحاولون زراعه اراضيهم في وقت يسمح للمستوطنين بسرقه حصاد المزروعات من حقول الفلسطينيين وقع العراق اتفاقا مبدئيا مع ايران لمد انبوب غاز الى البصرة. محافظه البصره، محافظ البصره ماجد النصراوي اوضح ان هذا الانبوب سيزود المحطات الكهربائيه في المحافظه بالطاقه اللازمه لتشغيلها. العمل بالمشروع سينتهي قبل نهايه الصيف المقبل، حيث جرى البحث في امكان فتح خطوط سكك حديديه بين البلدين اضافه الى بناء وحدات سكنيه في محافظه البصره. تسعى شركه تسويق النفط العراقيه سومو الى شراء اربعه ملايين طن من زيت الغاز والبنزين للعام المقبل واظهرت وثيقه مناقصه ان الشركه تريد شراء زيت الغاز والبنزين للتسليم في مرفا خور الزبير في الفتره الممتده بين كانون الثاني يناير الى كانون الاول ديسمبر اخر موعد لتقديم العروض هو الثاني والعشرين من تشرين الاول الحالي ويشار الى ان العراق يفتقر الى طاقه تكرير الخام ويعاني من انقطاع مزمن في الكهرباء دوما في العراق بدأت شركة نفط ميسان في العراق أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير حقل الحلفية النفطي بهدف التوصل إلى إنتاج 100 ألف برميل يوميا شركة بيترو الصينية باشرت تطوير هذا الحقل الذي يعد أكبر الحقول النفطية في ميسان ويشمل مجمع المعالجة إنشاء ثلاث ضفاف لعزل الغاز بطاقة تصل إلى 100 ألف برميل ما سيساهم في سد حاجات العراق للطاقة في ظل افتقار البلاد إلى طاقة تخرير الخام ومعاناتها من انقطاع مزمن للكهرباء طلبت باكستان تمويلا بقيمة ملياري دولار من إيران وذلك لبناء قسم من خط أنابيب غاز يمر في الأراضي الباكستانية الجزء الإيراني من المشروع البالغ كلفته سبعة مليارات ونصف المليار دولار أصبح شبه مكتمل إلا أن باكستان واجهت الكثير من المشاكل في تمويل القسم الواقع في أراضيها المشروع أثار استياء واشنطن بحسب مسؤولين أمريكيين ما قد يؤدي إلى زيادة العقوبات التي تستهدف إيران توقعت مؤسسة وود ماجنزي لدراسات الطاقة تراجع نمو إنتاج النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط نظرا لقلة تراخيص التنقيب الممنوحة للشركات وتقلص أنشطة الحفر ومتوسط الاحتياطيات المكتشفة للبئر على مدى السنوات القليلة الماضية وبعد زيادة عدد التراخيص من نحو 20 ترخيصا إلى 2000 عام 2000 إلى 50 ترخيصا عام 2009 تراجع العدد إلى 15 ترخيصا العام الماضي وكان لبنان أعلن قبل يومين تمديد فترة استجرا استدراج عقود التنقيب. للتنقيب عن الغاز في مياهه الاقليميه لكن التجاذبات السياسيه لا تزال تؤخر انجاز هذا الملف وصل الذهب مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي مع اقتراب الموعد النهائي لرفع سقف الديون الأمريكية ما عزز جاذبية الذهب كملاذ آمن وارتفع السعر الفولي للذهب ثلاثة في الألف ليبلغ ألفا وثلاثمائة وخمسة وعشرين دولارا للأونصة علما أن سعر الذهب استمد دعما إضافيا من الصين التي استؤنفت حركة التداولات في أسواقها بعد عطلة وطنية لمدة أسبوع والصين هي ثاني أكبر مستهلك للذهب في العالم بعد الهند من ارتفاع اسعار الذهب عالميا الى ذهب السودان مورد بات يعد رافعه اقتصاديه للبلاد ويشكل 70% من الصادرات ليكون موردا رئيسيا للنقد الاجنبي عبر ضخ مليارين ونصف مليار دولار في الخزينه العامه اضافه الى الذهب فان تطوير قطاعات تعدين اخرى اهم وخام الحديد سيوفر نحو مليار دولار جميع الانظار تتجه الان الى الذهب في السودان لعل وعسى ان تقود عائداته من النقد الاجنبي البلاد الى وضع اقتصادي افضل خمسون طنا من الذهب جادت بها مناجم السودان العام الماضي ومرشحه للزياده بنهايه هذا العام بعدما بلغ مجموع مربعات الانتاج في البلاد 121 حقيقه زدنا المربعات الموجوده عندنا في السودان الان ممكن يكون عندنا 121 مربع لانتاج الذهب في السودان بالاضافه لانه مربعات لمعادن اخرى في الحديد، في الكروم، في الرمال السوداء، في الرمال البيضاء، في بعض المعادن النفيسه ورير العناصر النادره. ويعتبر قطاع التعدين التقليدي بالسودان موردا مهما لتعزيز الانتاج حيث يعمل بالقطاع نحو مليون شخص، بينما يستفيد 32% من السودانيين بطرق مباشره وغير مباشره من عائدات الذهب التي بلغت العام الماضي حوالي مليارين ونصف مليار دولار. في السنوات الاخيره السنوات الاخيره ظهر فجاه لانه ظهر في توقيت البلاد فقدت فيها العمله الصعبه الناتجه من البترول وفجاه ظهر هذا القطاع بصوره ايضا غير تقليديه التعدين الشعبي التعدين الشعبي من اجل الذهب وسد فجوه يعني محترمه ومقدره جدا ويمتلك السودان مصفاه لتنقيه الذهب وفق المواصفات العالميه، تعمل بطاقه انتاجيه تبلغ طنا واحدا من الذهب يوميا. هذه الصخره التي تحتوي على كميات من الذهب باتت ومثيلاتها يمثلن المخرج الاساسي للاقتصاد السوداني من مطباته الحاليه بعد ان قلت عائدات البلاد النفطيه. محي الدين جبريل من معامل وزاره المعادن السودانيه، الخرطوم، الميادين. الدول المتقدمة لا تقاضي الشركات العالمية على فسادها منظمة الشفافية الدولية أعلنت أن 30 من أصل 40 دولة متقدمة لا تحقق في حالات الرشا التي تدفع الشركات للفوز بالعقود الدول الأربع، الأربعون المتقدمة كانت وقعت على معاهدة التعاون الاقتصادي والتنمية لمكافحة الرشوة لكن ثمانية دول فقط تلتزم التزاما كاملا بمرود المعاهدة أهمها الولايات المتحدة ألمانيا بريطانيا وسويسرا الميادين دوت نت للمزيد نشكر لكم حسن المتابعه السلام عليكم